بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ألقِ سيفك من يدك، ألقِ سيفك من يدك. كيف هذا مالك؟ لقد أصبح بحكم الأسير. أيها الحارس، خذاه من هنا. عالي المقام، ماذا حل بيدك؟ ليس شيئا. خذوه معكم إلى سجن القصر الموحد. تحرك. ما الذي حصل؟ لقد حاولوا أن يقتلوا جناب يوزار سيف. ماذا يحصل في هذا القصر؟ إنهم محقون، فوجود جناب يوزار سيف يعني هلاكهم بلا شك. ذلك من حقهم، فهم إنما يدافعون عن وجودهم. ألخ ماهو رجل فطن،
هو يعلم جيدا أن قتل يوزارسيف وأخناتون هو السبيل الوحيد لنجاة المعبد. لم تفعل الضربة شيئا. علي ببعض القطن والماء الساخن بسرعة. قطن وماء ساخن، سأعود فورا. ملاذنا وملجأنا جميعا هو رب العالمين. إن نظرنا جيدا فسنراه معنا في كل آن وفي كل مكان. الأخماه وكهنة المعبد محظوظون جدا، فلا أنا أحب سفك الدماء ولا أنت تأذن لي بأن أتخذ خطوة خارج حدود العقل، وإلا ما كنت أبقيت من معبد أمون على غير الأطلال. لا داعي للقلق جناب الحاكم، فأنا أرى عهد سقوط دين عبادة الأصنام وزوال أمون قريبا جدا. لا أدري لما السماء حزينة هذه الليلة، لست أرى أخبارا جيدة في السماء الليلة. أي خبر؟ بما يتعلق هذا الخبر؟ لا أدري تحديدا، أرى موطني مضطربا وهائجا. على كل حال فنحن مسلمون لإرادة الخالق. لما لا ترسل برسالة ليعقوب النبي؟ لماذا لا تقوم بإرسال الرسل إلى كنعان ليطلع أباك على حالك ووضعك؟ أنا لا أدري ما الحكمة، حاولت عدة مرات لكن في كل مرة كان يمنعني رسول الخالق الواحد. لعل أوان لقائنا لم يحن وقته بعد. شاهدتم في السنوات الماضية كيف التحقت رحيل وفائقة ويكين العجوز والكثير غيرهم، التحقوا بهذه القافلة. العام الفائت زلفة، واليوم أيضا بلها. قافلة المنايا تسير دون توقف، ويلتحق بها بنو آدم واحدا بعد الآخر، مرغمين غير مختارين. رغم أن بلها وزلفة أضرمتا نار الحسد والعداوة بين أولادي، إلا أنني أصفح عنهما. أنا أقدم العزاء لدان، أقدم العزاء لنفتالي بموت بلها، وأسأل الله أن يسع روحها برحمته ويتفضل عليها بلطفه، وأسأله أيضاً أن يدخلها فسيح جناته. في الحقيقة أنا لا أستطيع العيش في القصر، الأفضل أن أنقل مكان سكني إلى مكان آخر. لماذا علي المقام؟ قل لي ما الخطب هنا؟ الأفضل أن تبقى هذه القصور للحكام والملوك. حتى الآن كنت مرغما، أمنوا لي مكانا أكثر بساطة.
حسنا سيدي، إن صبرت علينا قليلا فسأعمد بمساعدتي بناروس ونيميسابو إلى تأمين مكان بسيط لكم. اليوم تحديدا قوموا بإرسال الرسل إلى أرجاء مصر، ودعوا حكام المدن ليحضروا إلى مدينة طيبة. أريدكم أن تحضروا أيضا بعض معماريي مصر القادرين. يجب أن نبدأ ببناء المخازن بأسرع وقت. أمرك مطاع علي المقام. يجب أن تبنى 7 مخازن في طيبة. علي المقام، مخزن واحد كاف لمدينة طيبة، فلما 7 مخازن؟ أولا، إن طيبة هي مركز مصر، وسوف تكون مرجعا ومقصدا لكل مدن مصر والبلدان المجاورة، ومن البديهي أن مخازنها يجب أن تلبي حاجاتهم جميعا طوال 7 سنوات. ثانيا، بما أن الحنطة سوف تدخر بسنابلها فسوف نحتاج إلى مخازن أكثر. علي المقام، لما السنابل؟ فهذا يحتاج إلى مخازن كثيرة. علينا أن نصطاد عدة طيور بسهم واحد، فمن حيث نقوم بادخار الحنطة اللازمة للناس نقوم بادخار العلف للبهائم. إذن علينا بناء نوافذ في أسفل المخازن لإخراج القمح بسهولة. هذه المخازن يجب أن تبنى بطريقة تكون فيها بمأمن من رطوبة الأرض ومطر السماء، وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض لنحصل على حفرة كبيرة مستطيلة، وفي هذه الحفرة تصنعون سردابا متينا بواسطة الحجارة، ثم تبنون المخازن جنبا إلى جنب على السقف المتين لهذا السرداب. ولحماية الحنطة من المطر يجب أن يكون سقف المخازن مغطى تماما، ويجب تصميم نوافذ في القسم الأعلى من المخازن لكي يتم من خلالها ملؤها بالحنطة. هذا في غاية الإتقان، فبهذه الطريقة تبقى الحنطة بمأمن من بلل الأرض. هذا صحيح تماما، يجب بذل الجهود لبناء 7 مخازن في كل مجموعة، فيتم ملء واحد منها في كل سنة، وفي زمان القحط يتم تناول الحنطة من واحد منها أيضا. عالي المقام، لما نقوم ببناء المخازن بمجموعات ولا نبني كل منها على حدة؟ لأن حراستها سوف تكون أهون، ويقل عدد الحراس المطلوب لحراستها بأضعاف. عالي المقام، إن أذنت لنا فعلينا البدء برسم خرائط المخازن. أنا عملت عليها سابقا، يمكن لكم البدء. ولا يخفى على المشرفين المحترمين أنه بالتزامن مع بناء المخازن عليهم أيضا أن يبدأوا ببناء القنوات والمجاري التي تنقل ماء النيل من النهر إلى المزارع البعيدة والنائية، ليشرع المزارعون بالزراعة على نطاق واسع. أقوى، أتكلم معك، أقوى، اضرب بشكل أقوى. عليكم باستخدام الأشخاص الذين من شأنهم أن يعملوا بسرعة ودقة في جمع الضرائب، وعليكم بإعطاء الوثائق المكتوبة لمن قام بدفع الضريبة ليطمئن إلى التزامنا بإعفائه. ونفس هؤلاء المستخدمين عليهم أن يجمعوا 5 المحصول المزارعين والحرفيين ويعطوهم الوثائق المكتوبة إزاءها، فيعلم من هذه الوثائق مقدار الحنطة المستحقة لكل مزارع وصاحب مهنة في زمان القحط. يا عالي المقام، من أين سيتم تأمين رأس المال لبناء هذه المخازن؟ من الواضح أن بناء هذه المخازن سيكون من نفس هذه المواد. إن كان ثمة سؤال فأنا أسمع، وإلا فلم يعد لدي ما أقوله. اذهبوا وابدأوا عملكم الجاد والدؤوب.
المكان مناسب. أرجو أن يعجب نبي الله أيضا. سوف يقبل به حتى ولو كان خرابا. اصبرا لنراه من الداخل. هيا هيا. هذه الوثيقة تثبت أنك معفى من الضريبة. شكرا على المقام. التالي. هذه ضرائب 3 سنوات. بناء على هذه الوثيقة فأنت معفى من الضرائب 6 سنوات. التالي. أهلا بك جناب مالك، تفضل. عوفيتم عوفيتم، انتبهوا. تفضل جناب مالك. هذه المخازن يجب أن تبنى بطريقة تكون فيها بمأمن من رطوبة الأرض ومطر السماء، وللوصول إلى هذه النتيجة علينا أن نحفر الأرض لنحصل على حفرة كبيرة مستطيلة، وفي هذه الحفرة تصنعون سرداباً متيناً بواسطة الحجارة، ثم تبنون المخازن جنباً إلى جنب على السقف المتين لهذا السرداب. إلى أين يذهب يوزرسيف يا ترى؟ يوزرسيف يذهب إلى منفس ليطمئن على الزراعة وبناء المخازن. قرر تفقد جميع المدن عن كثب.
ما الأمر الآن؟ هل حصل شيء؟ علي أن أوبخك أولاً لينطلق لسانك. لن تكوني سعيدة بسماع الخبر، فقد سافر يوزرسيف إلى ممفيس. ليس قمة رأسك وحده ما يجعلك كالأفعى، بل إن كلامك المسموم أسوأ من سمها. هل جئتني بنبأ سار ولو لمرة؟ ممن سمعت هذا؟ لقد رآه أهل طيبة في المرسى عندما كان مغادرا. استطلع الأمر سريعا وأتيني بالخبر اليقين. لقد شق الأمر علينا، سوف يصعب علينا من الآن فصاعدا أن نراقب يوزرسيف، فهو كل يوم في ناحية من أنحاء مصر. لقد تأخرنا، كان ينبغي قتل يوزرسيف قبل سنوات من الآن. هذا كله بسبب عدم جدارتكم، وإلا فما كان ينبغي ليوزرسيف أن ينجو بحياته. جاءتنا الأنباء بمقتل الضابط الذي زرعناه في القصر. لعله قد انكشف عندما كان يحاول أن ينقض على يوزرسيف ليقتله فقتل. تعلمون أنه لو لم يقتل فما الذي كان ليفعله بناء من حوتم؟ هذه عنايات آمون العظيم، لا ينبغي ليوزرسيف أن ينجح في مبارزة القحط. قوموا بادخار الحنطة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وعليكم أن تكونوا عقبة أمام نجاح مساعي يوزرسيف. عليكم أن تقوموا بإرسال الرسل إلى جميع المعابد في كل أرجاء مصر لتأليم الناس. تيقنت من الأمر؟ لقد غادر اليوم صباحا مع أصحابه قاصدا ممفيس. كان قلبي يأنس لوجود يوزرسيف في المدينة، ماذا سأفعل الآن؟ يا آلهة مصر القادرة، يا آمون العظيم، هكذا يكون جوابك لتأوهي؟ لقد تضرعت إليك كي تقرب يوزرسيف مني، فقمت بإبعاده عني أكثر. أنا لا أدري، لا أدري لما يقوم إلهه بتقديم العون له. أما أنتم فلستم تكترثون لحاجاتي. بكرة. نعم، أتريد شيئا؟ هل تذهب لدفع الضريبة؟ أين عقلك يا رجل؟ لما تودع هذه الأموال عند هؤلاء؟ لا فرق عندي سواء أحل القحط أم لم يحل، سوف أعفى من ضريبة سنتين إن دفعت ضريبة سنة مقدما.
أحيا نبي الله يوزرسيف. تحية الله عليكم. انتهت حراثة الأراضي الآن في هذه المنطقة، واليوم أيضا سوف يتم بذرها. عفاكم الله، كان الله في عونكم. حاولوا أن لا تبقى أي قطعة من المزرعة خالية من البذور. هيا انطلق. وهل عرفتم مقدار الحنطة لتبنوا كل هذه المخازن؟ حنطة 7 سنوات لأهل مصر، يتم ادخارها بسنابلها، فنكون بذلك قد ادخرنا الحنطة للناس والعلف للبهائم. يوزرسيف يتخذ الناس سخرية، فمتى كانت الحنطة تدخر بسنابلها؟ أن نبوءة يوزرسيف صادقة وواقعة، كنت أعلم. هذا أول غيث نبوءة يوزرسيف، لم أشك أبدا في حدوث ذلك. هذا المطر يعني أن السنوات 7 من الوفرة قد بدأت. أليس هذا عجيبا؟ فهو يعلم بكل شيء. كيف أمكن يوزرسيف أن يقول بكل ثقة إن أمامنا 7 سنوات من الوفرة؟ يقولون إن ربه يطلعه على كل شيء. ولماذا إذن لا تطلعنا آلهتنا؟ لماذا لا تتنبأ بوقوع شيء أبدا؟ Thank you.
يحيى خادم معبد الآلهة. تحية الآلهة عليك. تحمل حنطتك لتقوم بتسليمها؟ أجل، يجب أن ندخر لأجل زمان القحط. وما أدراك أن حكومة يوزرسيف سوف ترد لك الحنطة إذا ما حل زمان القحط. لا أدري، وعد بردها. إن أنت قمت بادخار حنطتك في بيتك ألن يكون بالك مرتاحا والحنطة معك؟ ولكن يوزرسيف إنسان صالح وأنا أثق به كل الثقة. المرء يعرف وقت الضيق، فعندها تتبين الحقيقة. يوزرسيف في زمان القحط قطعا سوف يكون مختلفا عن يوزرسيف في زمان الوفرة. توقف. سوف أبقى هنا بينما تقومون أنتم بتفقد المزارع الأخرى. هل ترحبون بضيف غير مدعو؟ أهلا بك، سنسر بذلك. تحية الله عليكم. شكرا لك. هل كان حصاد العام وافرا؟ بشكل لم أرى مثيلا له طوال عمري، حتى إن أجدادنا لم يذكروا لنا يوما حصادا كهذا. كل من يتعب ويسعى سوف يرى نتيجة أعماله. مهما حصدنا فلسنا نقع على آخره. هذا جيد، فغاية أمل كل مزارع أن يكون حصاده وافرا. عزيز مصر مستمر في الدعاء وربه مستمر في سقاية الأرض. أنا أيضاً على يقين أن كل هذا من أثار ربي يوزرسيف. أخبرني أنت، هل تقوم بمساعدة أبيك؟ أجل، أقوم أنا وأختي بجمع السنابل بعد أن يقوم أبي بحصادها. أحسنت يا فتى، أحسنت. أنت ستكون رب البيت التالي، يجب أن تعين أباك. أنت لم تأكل شيئاً. هذا يكفي، شكراً لكم، حفظكم الله. حفظك الله ورعاك. من كان؟ لم أسأله عن اسمي. لم تعرف عن نفسك، من أي البلاد أنت؟ أنا يوزرسيف خادمكم، هيا انطلق. لا يمكن أن أصدق، كان هذا يوزرسيف؟ أجل، يوزرسيف عزيز مصر حل ضيفاً علينا وشاركنا طعامنا. فلتحفظك الآلهة يا يوزرسيف. ما أجمله وأبهاه. هذه المنطقة المحصودة، بقي القليل هناك، هذه يتم حصادها اليوم. لا تبقوا ولو على سنبلة، احصدوها جميعا.
فليكن الله في عونكم. انطلق. كم؟ 5000. أنت هل تزرع على أرضك أم تزرع على أرض الحاكم؟ على أرض الحاكم. كيف كان حتى الآن تجاوب الناس مع تسليم الحنطة؟ لم يكن كما ينبغي. لقد تسبب الكهنة في امتناع الناس عن تسليم الحنطة بما أشاعوه من التشكيك بينهم. أدعو الناس إلى هنا، أريد أن أتكلم معه. اسمعوا اسمعوا، جناب يوزرسيف يريد أن يخاطبكم. ضعوا أحمالكم على الأرض واتركوا أعمالكم. اقتربوا اقتربوا، تعالوا تعالوا. لقد أخبروني أن الكهنة يحاولون ثني الناس وصرفهم عن تسليم الحنطة. حسنا، أنا لن أمانع ذلك. كل منكم حر التصرف في حنطته، ويمكنه أن يحتفظ بها عنده في بيته. لكن لا بأس أن أكرر عليكم هذا الأمر مرة أخرى. نحن في زمن القحط، لا نعطي الحنطة لأحد إلا أن يكون قد أودع حنطته لدينا. حكومة مصر ملزمة بأي شكل من الأشكال بأن تؤمن لكم الحنطة إن كنتم قد أودعتم حنطتكم عندها مسبقاً. ولهذا إن عمد أحدكم إلى ادخار حنطته عنده وفسدت حنطته لأي سبب من الأسباب، سوف لن يستلم أي حنطة منا. وأنا هنا أوصيكم بأن تضمنوا قوت عوائلكم عبر إيداع الحنطة في مخازننا. عليكم إخبار الآخرين بهذا الأمر. مالك، فلننطلق. إن بقيت حنطتي هنا فسأكون مرتاح البال. أنا لي ملء الثقة بيوزرسيف. وأنا أيضا. لقد قالوا أن تدخر الحنطة بسنابلها، فماذا تفعل أنت؟ أنا أدق القمح، هذا ما أفعله دائما. لكن الظرف الآن مختلف عن السابق، فنحن مقبلون على قحط. أنا لا أصدق ذلك، فهذا كلام يوزرسيف. أي قحط؟ وماذا إن حل القحط؟ أنا واثق أنه لا يوجد أي قحط ولن يكون. فلنفترض أنه حل، فأنت الذي لم تدخر، ماذا ستفعل عندها؟ في هذه الحالة أشتري الحنطة من الحكومة. لكن على حد علمي أنا
فإن الحكومة لا تعطي الحنطة إلا لمن أقدم على ادخار الحنطة في مخازنها وحصل على مخزون من الحنطة لزمان القحط. عندما نرى علامات اقتراب القحط عندها نقوم بالادخار. لكن ما إن يبدأ القحط فالادخار يصبح غير ممكن، فالذخيرة هي ما قمت بإرساله سابقا. لكن ما إن تمسك السماء قطرها فإن الأرض لن ترى قطرة ماء واحدة ولن تنمو حبة قمح واحدة. أعجب منك كم تتكلم بثقة، كما لو أنك خليفة الآلهة على الأرض، أو كما لو أنك تأتي من زمن قادم وعينت الأحداث. أجل، أنا رسول الله سبحانه على الأرض. قحط مصر مثله كمثل يوم القيامة، إن زرعتم وادخرتم في هذه السنوات السبع التي تقضونها في مزرعة الدنيا فسيكون لكم حصاداً في سنوات القحط التي هي بمثابة الآخرة. لكن من يغفل عن الاجتهاد والادخار فلن يكون صاحب زاد يعينه في يوم المعاد. عليك بالادخار لزمان القحط. لم تقل من أنت. يوسف، أنا يوزرسيف. سيدة زليخة، هذا أنت رودامون؟ هل جئتني بنبأ عن يوزرسيف؟ ما زال خارج المدينة، يقوم بالإشراف على بناء المخازن وزراعة البساتين وجمع الضرائب. إنه مشغول بجمع المحاصيل ومواجهة القحط. في السنوات الخمس التي مضت لم يزر طيبة إلا بضع مرات، وذلك للتشاور مع أخناتون وإطلاعه على الأعمال. هل لا أخبرتني إن جاء هذه المرة؟ سوف أحاول أن أحدث أصحابي في القصر ليقوموا بإخباري إن رأوا يوزرسيف أو سمعوا خبره. أنا أريد أن أسرح جميع حراس القصر. لم يتلقى حراس القصر رواتبهم منذ مدة. أنت أمين القصر عندي، كان ينبغي أن تطالب سوفر في دفعها. رودامون لا يقوم بأي عمل دون إذن من السيدة. قم بدفع رواتب كل خدام القصر، فهذا القصر لم يعد يحتاج إلى هؤلاء الحراس بعد موت بوتيفار أبدا. سرح الجميع، ادعي خوفو وسوفر ليحضرا. لكن سيدتي، لا أمان في القصر من غير حرس، ستصبحون في معرض السرقة. بالي مرتاح طالما أنت هنا. أعلم أن عواقب هذا القرار خطرة وأني لا أستطيع أن أطلع بهذا الأمر وحدي، لكنني أطيع أوامر السيدة زليخة. لقد كان هذا القصر في الماضي تابعاً للرجل الثاني في هذه الدولة بوتيفار، أما الآن فماذا؟ أما الآن فيخص أرملة منكسرة مهزومة مفلسة، لا هي حريصة ومتشوقة لذلك القصر ولا هي متحمسة لمتابعة هذه الحياة. ولولا الشعلة التي أوقد نارها يوزرسيف في قلبي لكنت قد خلصت نفسي من قيد هذه الدنيا منذ زمن بعيد. أشعر أنه لا وجود لأي شيء في حياتي ما خلا يوزرسيف.
عليك أن تدفع الرواتب المتأخرة لكل الحراس وخدم القصر، وسرحهم جميعا ما عدا رودامون. لم أعد قادرة على دفع رواتبهم. جناب خوف، عليك بتسريح كهنة المعبد. لم يعد بمقدورنا تأمين كل احتياجاتهم. كان على معبد آمون أن يغلق منذ أن وصل كافر إلى تولي أمور هذا القصر. عبثا كان مفتوحا حتى الآن.